البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي طبخ بسمة. قبل نبداو الفيديو بغيت نبارك لكم عيد المبارك سعيد، عيد الاضحى، ندخل عليكم بالصحة والسلامة. اليوم ان شاء الله جبت لكم الجديد او اللحم المقدد بالطريقة ديالي اللي صراحة زوين بزاف وبسيط، وكنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو لانني فيه مكونات اللي ربما كيديروهاش معظم الناس. نبداو على بركة الله. هنا عندي اللحم اللي قطعته بحال ما هكا، كلشي كيعرف يقطع الجديد اللحم المقدد. هنا درت فيه القزبر. هنا عندي الملحه اللي هي مكون اساسي. هنا تقريبا عندي 4 معالق كبار حتى 5، لان كل ما كانت الملحه كثيره باش ما كيتعفنش ليكم وما كيدوجش ضروري الملحه، ما تخافوش منها واخا يجيكم مالح راه ضروري كترطبوا. عندي هنايا الثومه حتى هي الكميه كتبقى على حسب اللحم اللي عندكم. عندي هنا الزعتر واليزير، عندي الحلبه والحبه السوداء. هنا عندي العطريه الخاصه بالجديد، ملي كتمشيو عند الناس اللي تبيعوا العطريه كتقول لهم عطوني العطريه الخاصه بالجديد. هنا عندي زريعه البصله اللي مطحونه او لا الزريعه الصحراويه كيبيعوها الناس تاع الصحراء. عندي هنايا الكركم، وهنايا عندي الكمون والخل والماء. نبداو على بركه الله. كيف ما قلت لكم هنايا انا سبق لي درت هنايا القزبر، قزبر يابس، درت تقريبا 2 معالق كبار. هنا غادي ندير الملحه، عندي الحلبه والحبه السوداء، غندير الزريعه الصحراويه اللي الصراحه هذا هو المكون حتى هو اساسي كيعطي طعم زوين للجديد واللي ماشي كاع الناس كيديروها. هنا عندي الزريعه الخاصه بالجديد، عفوا العطريه الخاصه بالجديد، الزعتر واليزير غنخليهم الاخرين. ندير الثومه كيف ما كتشوفوا انا درتها بالقشره ديالها ودرتها هكا صاينه. ندير قليل من الزيت، غاديش ندير بزاف، ندير تقريبا 3 معالق، يعني عينكم ميزانكم. غندير هنايا الكركم اولا الخرقوم بلدي، غندير تقريبا 2 معالق كبار اللي كيبقى مكون، المهم نتوما واللي بغيتو تقدروا ديروا ولا ما ديروهش. غندير كذلك 2 معالق ديال الكمون، هنا غنزيد الخل اللي حتى هو ضروري، نديرو كميه منه. كلكم ديروا حتى الخل الابيض اولا الاحمر. هنا غادي نضيف الماء نصف كاس تقريبا، وغادي نحاول نخلط هاد المكونات كامله مع بعض. بالنسبه لهاد المكونات اللي عطيتكم فقليل الناس اللي كيديروا فيها الحلبه والحبه السوداء، وصراحه الحبه السوداء والحلبه هما اللي كيخليو ان الجديد ديالنا ما تجمعش عليه الحشرات وما يدوتش لينا كيف ما قلت لكم من قبل. غادي نخلط المكونات كامله مع بعض. كيف ما كتشوفوا انا هنايا الزعتر واليزر مازال ما درتهمش، غنخليهم هما الاخرين. كنخلط هذا الشيء مزيان باش الحيمات كاملين يتعطروا ليا. هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. حاولوا تاكدوا انهم كاملين تعطروا. تبقاو بحال كدلكوا العجينه بحال ما هكا، ضروري باش كتلبس مزيان داك المكونات اولا التوابل اللي درنا. هنا غادي نزيد الزعتر واليزير، نخلطهم مزيان. صدقوني هاد الطريقه ديال الجديد اللي عطيتكم كان حنا هذه المعتمده عندنا في الدار كنديروها بزاف. بالنسبه للطريقه كيفاش غادي تشمشوا، 3 ايام 4 ايام على حسب درجه الحراره ديال الصيف. كيف ما كتعرفوا هاد الايامات كاينه تبارك الله الحراره بزاف، فبالنسبه للناس اللي ما كيبغوش يشمشوا يمكن لهم يدخلوه للفران ما يكونش الحراره ديالو مرتفعه، يحمروه في الفران، ولكن ماشي تحمر على انه يطيب غير بحال انهم كيقرملوا وتكون كيف ما قلت لكم حراره ناقصه.
كيف ما كتشوفوه انا خلطته مزيان. هنا في هذه المرحله هذه غادي نغطيه بالفيلم المونتير او البلاستيك الغذائي، وغادي نخليه في الثلاجه لمده نهار ونص ولا يومين. هادشي اللي كاين. هذا هو الفيديو ديال اليوم. اليوم حضرت معكم الجديد كيف ما شفتوا، كنتمنى انه يعجبكم ونتمنى انكم استفدتوا معايا من هاد المكونات اللي درت. كنتمنى الفيديو يعجبكم، الى عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناه وتخليوا لي لايك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد كنخليه في القناه، وما تنساونيش من التعاليق اللي كتشجعوني بهم اكثر. الى لقاء، الى فيديو اخر، في امان الله ان شاء الله، وشكرا.